فينا هي مرضية هي والأشر فينا هي مرضية هي والأشر فينا هي معك منيا واضح عن السكرتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كيف ما كتشوف اليوم احنا حضرنا باش نحتجوا، هذه ثالث وقفة كدار على مر ثلاث عطل، حتى عطلة ما كندوزوها على راحتنا، في كل عطلة كنهبطوا باش كنحتجوا، باش كنبغيو الحقوق ديالنا اللي مازال ما تمش الاستجابة ديالها. راه لا يعقل من شهر 9 وحنا باقي ما مخلصينش، وكاين مربيات اللي من العام اللي فات باقي ما خدوش الأجور ديالهم. حنا نسالمين في الطلب الأساسي ديالنا اللي هو كيتكلم على حق الكرامة وحق ضمان استقرار المربية المهني، هذا كله ما نسيناه دابا. دابا كنتكلموا غير على الأجور ديالنا، بقى ما كايناش من شهر 9. زيد على طرد التعسف اللي كتعرض ليه المربيه، يعني ما كاينش حقوق، ما كاينش كرامه. المربيه من خلال المهام اللي موكوله ليها واللي هي مهام جسيمه، في المقابل ما كاينش حوافز، ما كاينش اجور. كيفاش بغيتي هاد المربيه ترتقي بهذا التعليم الاولي وتكون فيه جوده وهي كتعاني من الحيف وكتعاني من الاضطهاد والابتزاز؟ اذا حنا اليوم كنجينا اليوم بغينا الحق ديالنا وبغينا المسائل ديالنا كلها تكون مطلوبه، بغينا تصفيه الوضعيه، لان اصلا حنا ما عندناش وضعيه. الا كانوا باقي الفئات الشغيله كيناضلوا من اجل تحسين الوضعيه، حنا راه اصلا ما عندناش وضعيه اصلا ما كايناش. ادريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي. اذا كيف انتم معنا عندنا وقفه احتجاجيه فيها فئتين، الفئه نتاع المربيات والمربي التعليم الاولي. هذا التعليم الاولي الذي يسمى عموميا يعني بغير حق. التعليم الاولي العمومي هو انه تكون يعني البنيات التحتيه نتاع الدوله، وتكون كذلك يعني التجهيزات نتاع الدوله، ويكون كذلك يعني نساء ورجال التعليم المربيات والمربيين خصهم يكونوا مدمجين في الوظيفة العمومية وتكون عندهم الحقوق كاملة. ولكن مع الأسف أن هذا التعليم اللي كيتسمى أولي عمومي يعني ما عنده حتى شي علاقة بما هو عمومي. هو أولا غير مجاني، لأن بعض المرات يطلب من الأسر والآباء باش أنه يأديو. إذن الوضعيه نتاع المربيات والمربين نتاع التعليم الاولي هي واحد الوضعيه نتاع الهشاشه، واحد الوضعيه كارثيه. لا اجور، هناك من لم يعني يتوصل باجره لمده سنه، ما الناس ما توصلش بالاجور ديالها، وما كاينش بالطبع ما كاينش الحد الادنى للاجر، وما كاينش الترصيم، وما كاينش كذلك الحمايه الاجتماعيه، ما كاين تعاضديه، بمعنى اننا في واحد الوضع كارثي نتاع هاد الفئه هادي. اذا كنطالبوا من الحكومه ومن الدوله ومن وزير التربيه الوطنيه باش يتحمل المسؤوليه ديالو كامله. بالنسبه للملف الثاني هو الملف نتاع المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، اللي مع وزير التربيه الوطنيه امزازي جلس معنا واتفق معنا على الادماج ديالهم في النظام الاساسي الموظفي وزاره التربيه الوطنيه، بهدف يعني تحسين الاوضاع ديالهم. ولكن لا زلنا ننتظر. اذا يجب حل هذ الملفين نظرا للاهميه ديالهم، ونظرا لكون انه التعليم الاولي هو الاساس نتاع التعليم في بلادنا ولا غير بلادنا. وبالنسبه للفئه نتاع المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين عندهم واحد الاهميه كبيره في المنظومه وفي المؤسسات التعليميه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.